عايش في هدنة من زمان أنا الأوانة حارب عشان أعيش في السلام جربت الاستسلام والإنكار كمان كل الطرق بتأدي لصدام صدام مع شخص جوه يتزرع تربية الزمن والناس والمجتمع مش مني بس غصب عني هو المتحكم زي إيقاع أغنية ماشي معه وخايف أتقدم جسمي أصبح سجن وأنا فيه محبوس مكانة دايرة وأنا ترس من التروس وسيلتي الوحيدة للهروب إني أعيش للناس سجن أكبر مصطنع مقفول بترباس ولا متغرب استسلام في شكل السلام خايف أبعد أنا وخايف أقرب انكسار في شكل انتظار أنا متغرب استسلام في شكل السلام مجتمع مريض وأفكاره مجتمع أعمى مش شايف انهياره مليان أمراض نفسية وعنصرية وطبقية زي بالظبط ما هو بيخاف من هي هي تغلط يدبحوها وتتدوى هو يغلط يقوله معلش دي شهوة وقيس على كده كل تفصيلة في حياتنا كل المبادئ بتتجزأ في كل حكاياتنا مبقاش ليا في الناس ومش قادر أخبي كفرت بكل حاجة إلا ربي ومش هخبي فيها سيرة كتير عندي ورغم كل ده لسه الإيمان في قلبي أنا متغرب استسلام بشكل السلام خايف أبعد أنا وخايف أقرب انكسار بشكل انتظار أنا متغرب استسلام بشكل السلام خايف فيا أثر دقت جوايا أجرس الخطر أفكار كتير نزلت زي المطر غسلت نفسي من عرف البشر الكل شارك في الجريمة كل داس على الزنا دي كل اختار السكات ودفن راسه في التراب الكل إلا استثناء أحرار ورفضوا الاستعباد محبوسين جوا قطيع متحوطين بالكلاب خلاص ما بقاش في قلب دقيت طول الحرب يا انتصار يا انتحار ما فيش عندي اختيار أنا الأوان الحقيقة تنفجر في وش مجتمع مريض بيحتضر أنا